قال لك من اغرب الحاجات اللي حصلت في الافراح ان جرس انذار الحريق اشتغل والعروسة يا عيني لسه هتدخل المكان، فجأة لقت كل المعازيم بيجروا وبيسيبوا المكان عشان فاكرين ان دي احتمالية حدوث حريق. انت متخيل؟ ده مقلب حلو جدا في العروس ولا في العريس والعروسة. انا مش مصدقاك، انت شر قوي. احنا بنحكي على حاجات طريفة يعني. هو اول ما تدخل القاعة يعمل فيها بس هو اكيد مقلب، ما هو لو كان حريق كان ظاهر او باين، وممكن يكون حد عايز يعمل طريقة حركة لطيفة برضه. ما على فكرة الحركة دي مش هتنساها. هم على فكرة عندنا حاجة هنا درجة في مصر بيقول لك المواقف اللي بتحصل في الفرح هي دي اللي بتفضل تفتكرها. اسمع دي في حياتك. اسمع. قال لك في الافلام ساعات الافراح بتخلص ان الشرطة بتوصل بقى، وان مثلا بيبقى في مشكلة والشرطة بتيجي تنقذ الوضع وكده. ده اللي حصل بقى مع اتنين في يوم فرحهم، كان العريس ما دفعش ثمن التورته. متخيلين؟ مش مصدقه. بتضحك ليه؟ ما تديني اي بس. فكرتني بحاجه كده تبع التورته. فكرتك بايه بقى؟ انا عايزه اعرف. لا بالتورته، ما هو مش هينفع. بالتورته احنا اتكلمنا عليها كتير ده.